رشدي كان صاحبك؟ الروح بالروح، وكان يحكي لي كل شيء يصير بينه وبين مرته بالبيت. وشو كان يقول لك؟ كان يشتكي منها كثير، كان ماله مرتاح معها وما كان يأمن لبنوب. شو؟ مثل ما عم قلك لك، لكان ليش كان يحبسها ويضربها على طول؟ ليش؟ ليش؟ لأنه كانت عينها بيضة. تعرف من وقت ما تجوزها ما عاد دخلني لعنده عالبيت. يا حزرك ليش؟ ليش؟ لأنه كان يخاف مني عليها، وكان يخاف منها لتساوي معي شيء. يعني اللي ببالي بالك. لك اسكت فيصل اسكت. ايش باك ان قرأت كأنه عم نحكي عن وحدة من حريمك لا سمح الله؟ لا ما أنا من حريمي. احمد ربك انك كشفت على حقيقتها وطلقتها. احسن ما تضل المي ماشي من تحت رجليك وما لك حاسس فيها. خلي ابوها يبتلي فيها، الله لا يسامحه على هيك ترباية مربيها ياها.